رح نحقق حلم صبية. ما بدنا تتأثري، it's your big day. نحن نتأثر كمان. مرحبا، كيفكن؟ أنا ماريانا، اليوم رجعت لكم بفيديو جديد، بس هالمرة على ما يغلى عليك. فيديو اليوم رح نحقق حلم صبية، بس هالمرة رح يكون الحلم مختلف، لأنه هذا الحلم هو مهم كتير لكل بنت، ويلي هو اليوم رح يكون في معنا صبية عم بتجهز لعرسها. وهلأ وفوراً، لحتى فوراً نبلش بالتفاصيل، رح أتصل على عروس، لأنه أنا حالياً بإسبوزا وناطرنا لحتى نجرب الدريس. هاي لين، كيفك؟ شو الأخبار؟ أنا ماريانا. تمام الحمد لله، أنت كيفك؟ الحمد لله بخير. حالياً أنا وتيم ما يغلى عليك ناطرينك بإسبوزا لحتى نجرب الفساتين. وين صرتي؟ يلا واصل دقيقتين بكون عندك. أوكي، نحن بالانتظار. بس قبل ما نبلش بالفيديو، ما تنسوا تشتركوا بقناة مزاج وتحطوا لايك، وأهم شيء تفعلوا الجرس حتى أول ما ينزل الفيديو يوصلكم الإشعارات، ولا تنسوا تكتبوا لنا بالكومنتات أي درس أو أي مقطع حبيتوا أكثر. وليك لين وصلت. هاي لين، كيفك؟ كيف صحتك؟ كيف كان الطريق معك؟ عجقة شوي. وصلنا. كيف حماسك؟ الحمد لله تمام. مبدئيا نحن اليوم رح نقضي كله مع بعض، ورح نجرب اكثر من دريس، ومو بس هيك، في حتكون معك خبيره رح تهتم بالدريس، بالاختيارات، بالميك اب، بالشعر، يعني من اي تو زد. خبرينا انت كيف متحمسه، لانه هذا اهم يوم بالنسبه للعرس. بس عندي مليون وكثير هيك مشوقه لشوف شو رح تختار لي. اوكي، خلينا نبلش فورا لانه ما معنا كثير وقت. إيه. يلا. غنوة نوار، I'm an image consultant and fashion stylist. متحمسة إني شوف شو حتنسقي لليم. قديش متحمسة من عشرة؟ 100 من 10. أوكي، هلأ مع إنه ليم متحمسة وأنا متحمسة أكثر منها، فبشو حنبلش حالياً؟ هي ليم عم تحضر هلأ لعرسها، مزبوط؟ So it's a big occasion إنه نحنا نعمل شوية تغييرات هيك بسيطة للشعر، ميك اب، شوي بركي تغييرات بال يعني سمول تاتشز بالفيس. اكيد هي بشرتها شوي يعني من تعتبر الكول، نحن بنقول البشرة الباردة اللي بتلبق لها الالوان، يعني البينك مش البيتش. سو الفستان فينا نروح للابيض مش للاوف وايت، لانه الابيض بيلبق لوجهها اكثر. اوكي. ليم مثل ما شايفي عندها الابر تورسو، يعني الجزء العلوي من جسمها في شوي يعني الاكسترا ويت اكثر من الجزء السفلي. سو بدنا نعمل بالانس، بدنا نلبس شيء شوي الاي لاين، بركي الكات اللي بتجي مش كتير واسعه ومش كتير ضيقه، بركي كمان ما منروح للاوبشن اللي يكون فيه كتير الاكتاف مبينين بطريقه يعطوا اكسترا فوليوم. طيب انا شو بيلبق لي؟ كثير تحمست اعرف شو الفستان اللي بيلبق لي. بركي ماريانا بيلبق لك الاشياء اللي هيك فيها شوي مور اكسترا، يعني شغل على الشولدرز، هيك بتعطيكي نايس لوك. وبركي كمان بيلبق الفساتين شوي المور فلوي كمان. لا انا تحمست جرب فستان، ما بدي اتزوج وما عندي شيء، بس حابه اجرب. لا اكيد عندهم فيري نايس كولكشن كمان. اوكي ليم، نحن هلا كنا عم نحكي انا وغنوة عن الالوان اللي بتناسبك وقصة الفستان اللي بتناسبك، انت شو حابه؟ شو هن الوانك المفضله؟ شو هي قصة الفستان اللي انت بتحلمي فيها؟ كالوان مفضله اي ثينك اتس اوبفيوس انه بينك، وكل الالوان الصيفيه الحلوه هيك الفرحه، يعني ما بحب الالوان الغامقه الحزينه. وكفستان انا بحب البرنسس كات، بحب هيك كل شيء غلامرس، على الاقل انه بهيدا اليوم هيك بين اني انا كثير مبسوطه وكثير طالعه حلوه. ولنشوف هلا شو ابريت. شو رايك مثلا انت بتحبي شيء هيك كله بيات من فوق لتحت كله هيك شكل؟ هلا هو حلو صراحه، بس مش حسسته برايد انف، يعني هيك ايه، لانه هيك الكات سمبل كثير. ايه مثلا هيدا شو رأيك؟ أنا هذا حبيته صراحة، الشغل عليه الإمبرويدري كتير حلو، it's very nice. حتى الكات I think هالكات من فوق بتلبق لي. شو رأيك بهيدا؟ صراحة أنا هذا كتير حبيته. أنا بالنسبة لي كتير بحب الأشياء السادة والسيمبل، ما بعرف بقى هيك شو حابة. حلو منجربه كمان. ما بدنا نحن قلنا ما بدنا كتير البيج يعني اي لاين، بدنا اي لاين كات كيف حرف الاي بيجي من فوق شوي ضيق وبيوسع من تحت. بس نحن في بيبقى عندك اي لاين كثير اوفر، في عندك بيبقى اتس مور هيك بيطلع الجسم بطريقه يعني حسب كل وحده وجسمها. بادي شيب تبع لين بيلبق لانه يكون الاشياء بالانس، مش كثير من تحت واسع. ايه مثلا هيدا مثلا
هلا جاي الكات تاعيته ضيقه بس عم يوسع شوي من تحت كمان. هيدا هيك اوف شولدر بس في دائما كمان لين. بدي احكي انه بيلبق لها الاشياء مثل ما قلنا انه التورس شوي يعني اكثر اكبر من تحت من الجزء السفلي. سو الفين فينك هي بتطلع كثير حلوه على البودي شيب تبعها بتاخذ الاتنشن داون. بعد هالتفاصيل اللي حكيتهم غنوة كثير متحمسه اشوف فساتين على لين كيف حيناسب قصة جسمك كافة. فأنا متحمسة أكثر من اللي بصراحة. خلونا نجرب. خلونا نجرب. يلا. كثير متحمسة لأشوف ليم كيف طالعة بأول فستان. فخلونا ريدي ليم. أنا ريدي. ريدي. طب يلا نفتح البردار. واو. Amazing. واو. شفتي عن جد بس يكون في شك وهيك قديش بيعطي. جلام عن جد. صراحة الفستان كتير حلو وكتير حبيته علي بس ما بعرف إذا برتاح فيه لمدة طويلة يعني لطول الحفلة أني ضل فيه للحركة حسسته شوي تقيل وشوي يعني حركة صعبة حركة محدودة بقلبه. أنا حبيته كتير بس أنا I would go for another option على على هون على chest area لحتى يكون شوي مريح أكتر. واو لانه انا اخترته. واو اميزنج. لا ميرسي مريانا انه عجبك عن جد. هو ناعم وكثير حلو بس مش إلي يعني ما بيشبهني مش حاسه حالي اني انا فيه. وانا حسيت هذاك اللي بقلك اكثر صراحه. واو وعد جد. واو ليكي حتى هي مبسوطه حسيتها. مبسوطه حاسستك ايه حبيت الهدف. ناخذ تعليقك فكره اول شيء شو بتقولي شو حسيتي؟ ما بعرف حسيت حالي هيك مرتاحه فيه وكتير انبسطت هيك لما لبسته وشفت حالي فيه بالمرايه و I think this is the dress. I love it. I love it. كتير حبيته كتير wow. حبيته سمبل ويعني في الليس الدونتيل اللي عليه كتير حلو وسمبل. اوكي يعني هذا هو الفستان خلاص؟ خلص. طب ماريانا بما انه هلا امننا على ليم واخترنا الفستان اللي هي كمان عجبها شو رايك ننزل نختار فستان لك بما انه قلتي لي عندك خطبه قريبا. واو صراحه زادي ار يو اكسايتد كثير. Look so elegant. انا اول مره بلبس هذا اللون على فكره. عن جد حبيت القصه انا عليك يعني طلع حلو السيلويت. يعني قد ايه بتقيموا لي من 10 مثلا؟ انا بعطي 10 من 10. خلص بما انك نقيتي فستان بلكي لازم اعزمك على عرسي بقى. خلص بلبسه على عرسي. خلينا ننتقل على الخطوه الثانيه واللي هي تظبيط الشعر، الميك اب واللمسات البسيطه للوجه، فيلا مشوا معنا لنشوف الخطوه الثانيه. اوكي سولين نحن هلا جينا عند كلينيكا جوين عند دكتور سهر الصفدي لحتى نستشيرها شو فينا نعمل سمول تاتشز لليم قبل عرسها. اكيد ذا رايت تايم تو ستارت بيفور ويدنج از ات ليست بيفور 1 مانث حتى تكون نتائج مبينه وحتى اذا كان في اي تورم خفيف او بروزز يكونوا راح. سولين انت عامله شيء قبل او ذس از يور فيرست ايفر تايم؟ لا ابدا ماني عامله اي شيء قبل هيدي اول مره. طيب في شيء معين انت حابه تغيريه او في شيء خلينا نقول انت دائما بتطلعي فيه على المرايه وبتحسي محبتي بوشك؟ هلا بحس هيك شوي انه مثلا تحت عيوني دائما بيعطيني مظهر اني مش نايمه منيح وهيك بس بدي جلو اب انه انا بهيدا النهار بين انه انا فرق علي شيء وانه انا السنتر اوف ايفنت يعني. يلا خلينا نشوف لي لين. رح اشرح لك شو اللي رح نعمل اذا بتحبي تشوفي على المرايه. اوكي سو انا شايفه انه انت محتاجه نعمل كونتور للخد. شوفي الخد شوي صغيره نازل وفيه شوي صغيره تقل. سو احلى بالنسبه لعمرك وبالنسبه لل خلينا نقول الاوكيجن اللي انت هلا فيها انه نرفع الخد هيك نعمل له كونتور. هذا بيساعدك كمان انه يخفف التقل بالوش وكمان يرفع الوش لبعدين. اوكي فحنحط كميات كتير صغيره من الفيلر بنص الوش وعلى الكونتور تبع الخد ونعمل الدقن بشكل كتير بسيط. تمام؟ هنعمل الشفايف كمان كونتور مع حجم حلو.
حنحط البوستر لتحت العين وبوستر للوش حتى نخبي لك شوي الآثار اللي موجودة بالوش. وآخر شيء اللي قاعدة تشري on the top is the botox، لأنه عندك هدول الخطوط بلشت تتبين على بكير. سو هاي حنخبي هيك التعصيبة وتكوني دائما مبسوطة هيك. أوكي سو طبيعي تحسي إنه الشفايف مثل كأنك أخذ الإبرة تبع الأسنان. أوكي كيف بتحسيها هيك مثل كأنهم كبروا. سو هاي الانتري بوينت تبع الإبرة. أوكي it's a sharp needle. خد خلصنا. هلا الدقن، دقن احساسه مختلف، مزعج شوي خاصه لما نقرب شوي على التن. 1 2 3 هي الانتري بوينت. سو هذا الخط صار واضح اكثر، عملنا هيك رفعه صغيره. ناو ليبس. اللي حبيتي اكثر شيء انه انا بالعاده بس حط ميك اب، انا بحاول اعمل هيك شكل اللبس تبعه ليه، فهلا صاروا هيك ناتشرالي ناتشرال. سو يعني هيك بشهر العسل بتقومي يور ميك اب از اوريدي ريدي. هلا هذا رح يخف، بس تو بي اونست هذا رح يخف تقريبا 20-30%، لانه هذا جزء منه ورم. حتى هلا وشك ورمان شوي، سو رح يروح الورم ويضل بس الكونتور الرفعه تبع الوش وكمان تبع الشفايف. هاي واخيرا وصلت على كلينيكا جوال، وكثير متحمسه لحتى اشوف ليم كيف صارت باللمسات الاخيره تقريبا بوشها. خلينا نروح سوا ونشوف ليم. بدي اشوف بس كثير مرسي. هلو. واو عبري. ومنت. لا انا اول ما دخلت مبدئيا في شيء متغير، بس ماني قدراني القط شو هو الشيء. وهذا الشيء بالضبط بحسه بنظري انا انه التجميل الصح، مش انه اول ما اشوف حدا فتاة عامله انفك عامله. انا هلا بعد هالتاتشات البسيطه متحمسه اشوف عليها الميك اب والشعر كيف حتطلع. انا كمان. اوكي فاينلي وصلت الميك اب ارتست، حاليا ضل تقريبا اخر خطوتين بس اللي هن الميك اب والشعر، وبعدها بصير فينا نشوف ليم بالفاينل لوك. غنوه شو حنعمل ليم؟ صراحه لانه الفستان هيك نحن نقيناه سمبل وليس و رومانتك، عم فكر انه نعملها شيء كمان ناعم يعني تو كومبلمنت اللوك كله، ناعم بشعرها. وبما انه هي بشرتها كول اندرتون بينك، بدنا نعملها بينكش هيك روز جولد بركي. حلو. ميك اب مع نيود كولر لبينكش نيود للحمرة، شعر بركي نعمله شيء ناعم. ليتس سي. جاي نشوف الميك اب. I'm so excited. شيل البيبي. واو amazing عن جد. يعطيكي الف عافيه سريا، so nice. كثير الكونتور يعني الكونتور تبع الوجه، العيون، الالوان الحمراء، amazing. شو رايك بالميك اب؟ حبيتي؟ حبيت كثير. حبيتي؟ راضية؟ حبيت الالوان وحسيت حتكون مناسبه كثير مع الفستان. ايه الحمد لله، اهم شيء يكون العروس راضيه وحابه حالها بليله عرسها بسبيشال اوكيجن مثل هاي. بنلبس الفستان وبنعيط لها لماريانا لتشوف فاينل لوك. Final look. Amazing. مو معقول. واو. فستان. ميك اب. شعر. شو حبيت يعني؟ شاهدني اتزوج. احكي لي شو حاسة. مو بعرف كثير هيك مبسوطة وبنفس الوقت متأثرة، لأنه لما شفت اللوك تبعي هيك تبع إنه it's real it's getting real so real، بس كتير حلو وكتير حابة يعني. ما بعرف حبيت شو رأيك الميك اب الشعر. ما بدنا تتأثري. it's your big day. نحن بنتأثر كمان عن جد. it's your big day. أنا كتير انبسطت بالفاينل لوك صراحة، أنا كتير راضية وكتير مبسوطة عن جد. وأنت مبسوطة إنه أنت كمان حبيتي you're satisfied.
ما شاء الله عن جد كتير الميك اب جريت. فستان يعني غنوة عطت لمساته وأوريدي ليم طالعة مثل الباربي لبقلة. عن جد thank you everyone من غنوة لإليك لمزاج ما بيغلى عليك. كتير مرسي لكم للإكيب كله أنه حققتوا لي هيدا الأمنية، وأنا كتير سعيدة أني كنت هون وأني حصلت على هيدا الفرصة. قبل ما ننهي الفيديو ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات، ومو بس هيك ما تنسوا كمان تتابعونا سناب شات تيك توك ويوتيوب. نحبكم كتير، باي باي.